في الوسط الرياضي وتحديدا في نادي الزمالك مفيش شك اننا ابدا امام خطوات عظيمه بتتاخد نحو اعاده بناء نادي الزمالك في شكله الجديد وعهده الحديث اللي كنا كلنا حابين ان احنا نشوف القلعه البيضاء عليه. مجلس اداره نادي الزمالك الجديده برئاسه طبعا كابتن حسين لبيب عمال يعني بياخد خطوات متسارعه نحو تغيير الكثير قوي من الامور للافضل داخل نادي الزمالك. وفي أول اجتماع رسمي لي قرر المجلس إسناد المناصب والمسؤوليات داخل الفرق الرياضية بالنادي لأشخاص مخلصة من أبناء نادي الزمالك وملمة بتفاصيل المكان الموجودة فيه علشان طبعا يتم تصحيح الأمور بشكل يعني تدريجي ومنهج علمي وسليم. المجلس الجديد حاليا بيشتغل على بعض الملفات المهمة بالنسبة للنادي وللجمهور وللشارع الزملكاوي سواء فيما يتعلق بفريق الكرة. احنا قلنا عندنا مشاكل كتير قوي في فريق الكرة، عندنا وقف وقيد، عندنا مشاكل مع اللعيبة، عندنا عايزين نجدد صفقات زي طبعا فتوح وصبحي وعواد. فالحقيقة عندنا في ملف الكرة عندنا العديد يعني من المشاكل اللي محتاجين نحلها، غير طبعا ان احنا يعني بعد ما نحل مشكلة القيد عندنا صفقات في يناير لازم نعملها ولازم نشوف الفريق بينافس بشكل اقوى على البطولات اللي احنا بننافس عليها دايما. فاحنا لازم نشوف تغيير جذري في ملف الكرة داخل نادي الزمالك. وبالطبع برضو في ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك اللي يعني تم إهماله في الفترة الأخيرة بشكل كبير، أو في الجزء الإنشائي برضو والهندسي فيما يتعلق بالمقر الرئيسي أو حتى بفرع أكتوبر، أو يعني فيما يتعلق برضو بالناس اللي جوه النادي. جماعة في ملفات كبيرة جدا داخل نادي الزمالك، لكن اللي عاجبني انه كل ملف تم اسناده لشخص متخصص ولشخص غير التاني، سواء الجانب التسويقي والدعائي او ملف الكورة او ملف العاب الصالات. فاحنا شايفين يعني وحتى كمان الجزء الانشائي لشخص مختلف، التخصص مهم جدا والاراء المختلفة مهمة جدا، وان الزمالك يكون مؤسسة بتدار يعني عن طريق منظومة فيها أفراد متخصصين عن كل جزء، كل شخص فيهم بيشتغل على جزء معين وبيدي فيه أكتر ما عنده وبيحاول يلاقي حلول كبيرة للملف ده وفقا طبعا لقدرته ولخبرته. الزمالك ليه كوادر كبيرة جدا يا جماعة وكتيرة جدا، وللأسف ما كناش بنشوفهم السنين اللي فاتت، لكن يعني احنا دلوقتي بنقول انه ده الوقت ان احنا نشوف فيه كل الكوادر داخل نادي الزمالك ونشوف فيه حلول بتطرح ونشوف سرعة كمان في الحل للأزمات دي، لان احنا يعني خلاص الناس بجد مستنية ان هم يشوفوا نادي الزمالك بشكل تاني وبشكل افضل من كل الفترات اللي فاتت. زي ما قلنا احنا كل كادر ليه ملف مسؤول عنه نقدر نحاسبه عليه، لو نجح فيه او ما كانش موفق قوي نقدر ان احنا نتكلم ونحاسب. ولكن انا واثقه يعني التخصص دايما والعلم هم اساس النهضه باي شيء والنجاح طبعا، غير كمان القوه العامله من موظفين واداريين وعمال. يعني الناس دي برضو يا جماعه ما كانش ليها اي ذنب في اي ضرر او تنتظر حتى ان يعني الشهر يعني لصرف رواتبهم يستنوا عليه، لا دايما هم بيبقوا مستنيينه يوم واحد في الشهر. وبالفعل امبارح وفي هدوء شديد تم صرف رواتب شهر اكتوبر لكل من يعمل داخل نادي الزمالك من موظفين ومن اداريين وعمال وخلافه، والحقيقه ده حقهم. يعني ده احنا مش محتاجين ان احنا نعمل بروباجندا عليه او ان احنا نبقى بنقوله بنتكلم عن ان هم تم صرف رواتبهم، دي ده حقهم ده شغلهم. واحنا الحقيقه شفنا يعني مشهد كان حضاري ما شفناش زيطه، مش محتاجين ان احنا حتى نعمل يعني نقف عند النقطه دي كتير، يعني دي حاجه طبيعيه وده حقهم وده نادي كبير وده الطبيعي انه يحصل جوه نادي بحجم نادي الزمالك. يا جماعه الناس اللي في مجلس الاداره دي يعني ناس جايه تشتغل وبتشتغل فقط لمصلحه نادي الزمالك، قلبهم على نادي الزمالك ومش منتظرين مقابل غير ان الزمالك يتحسن ويرجع تاني للمكانه اللي المفروض يكون عليها سواء رياضيا او اجتماعيا او اداريا او انشائيا او اقتصاديا. وهم الحقيقه مش محتاجين شهره، مش محتاجين ان احنا نقعد نتكلم عنهم، كل واحد فيهم هم كلهم من ابناء نادي الزمالك
وكل واحد فيهم جاي علشان نادي الزمالك. احنا حتى شفنا ناس كتير من بره مجلس الاداره بيتعاونوا معاهم وبيحاولوا ان هم يساعدوهم. يعني الناس دي بتحب نادي الزمالك بجد، واحنا عايزين نشوف زمالك في عهده الجديد، واللي هو الحقيقه محتاج للمثابره والصبر، ومحتاج ان احنا نشوف مثابره من جانب الافاضل من مجلس اداره نادي الزمالك بالاستمرار على النهج اللي بداوا عليه، خصوصا وهم هيواجهوا مشاكل كتير قوي متوقعه ورواسب مما مضى. يعني دي ضريبه وللاسف احنا لازم ندفعها، ولكن احنا يا جماعه واثقين وانا واثقه وكل جماهير نادي الزمالك متفائلين، حتى يعني ان احنا بس نديهم فرصه الموسم ده، حتى لو ما تمش التوفيق في ملف زي الكوره، لكن احنا بنبص للصوره الاكبر، واحنا بنبص واثقين ان بيتم كمان البناء في خطه على المدى القصير وخطه على المدى الطويل. وطبعا احنا زي ما بقول من شويه لازم نبص على الصوره الاكبر، ما ينفعش ان احنا يكون في شويه اخفاق في ملف الكره فنقول ان ده في مشكله كبيره، يعني عايزين نبتدي نبص على الصوره الاكبر ونبتدي نبص على كل الملفات اللي عندنا داخل نادي الزمالك اللي محتاجه حل فيها. فعايزين نصبر وعايزين صبر من الجماهير، لان بالتاكيد مفيش حاجه هتتغير بين يوم وليله، ولكن التحسن هيجي بالتدريج، وطول ما في نيه صادقه وعمل على الارض طول ما النتيجه هنشوفها وهنلمسها، ولكن بالتدريج. مش عايزين نتسرع، احنا في عهد جديد وفي زمالك جديد، وعايزين نشوف الزمالك في مكان تاني، عايزين نتحلى بالصبر ما نتسرعش ونشوف الصوره الاكبر.